والله احنا المشروع ده الحمد لله بفضل ربنا الباشمهندس هاني محروس فضل شغال عليه اكتر من سنوي، والحمد لله طلع بشكل جميل وعملنا مزيكا مختلفة. يا رب ان شاء الله يعجب الناس، والتصوير كان مختلف والاوديو مختلف كمان عليا، مزيكته طريقة الغنى فيه مختلفة والتصوير كمان مختلف، بس بفضل ربنا يعني هيبقى حاجة كويسة بإذن الله. بص، هو متطلب مني ان انا انزل كليبات كتير عشان احنا في سوق دلوقتي بقى، يعني السوق ما شاء الله بقى فيه فنانين كتير وبقى فيه غنى كتير وبقى فيه اغاني كتيرة، فدلوقتي لازم تنزل حاجات كتيرة بس وفي نفس الوقت لازم تبقى مختلفة. يعني هو دلوقتي مطلوب منك ان انت تعمل اغنية حلوة، والاغاني الحلوه صعب ان انت دلوقتي تجيبها. من كم الاغاني اللي بينزل، في خمس ست اغاني ممكن هم اللي ينجحوا، وفي بتاع الف اغنيه ممكن ما ينجحوش. ليه؟ في اغاني كتيره وفي افكار كتيره بتتعمل، اشتغلنا عليها سنه عشان الواحد الاوديو بيعملوا المزيكا يعني بنتعب فيها شويه عشان نطلع مزيكا مختلفه. دلوقتي لازم يبقى المزيكا مختلفه للناس، انما مش انا مش هعمل مزيكا زي ما بتتعمل. فالمزيكا بتاخد مجهود كبير على فكرة، مع الكلام مع الملحن مع الشاعر مع تفاصيل كتيرة بتتعمل، فهمني؟ فدي بتاخد وقت كبير، والتصوير برضو خد وقت، على بال ما الأستاذ هاني طلع فكرة التصوير ورتب الأغنية مع الشاعر والملحن والشاعر عزيز الشافعي، فحاجات كتيرة في تفاصيل كبيرة جدا، فبتقعد وبنعمل وبنهد وبنغير. عزيز الشافعي ده من الناس المبتكرة الداير وبيعمل اغاني كتير، والاغاني كلها حلوه. يعني معظم الاغاني اللي نزلت لعزيز كتير كلها حلوه ناجحه، وانا بتفائل بعزيز انا وهاني محروس في خطوه والنعناع ونصيبي واسمتي وحاجات كتيره جدا ناجحه، مع يعني اشتغلت مع عزيز فيها الحمد لله ناجحه وبتفائل بيه. وعزيز شخصيه جميله وفنان كبير، باذن الله اترقص الدنيا كلها، وانا عشم في ربنا كبير ان الاغنيه تعجب الناس عشان هي فكره مختلفه وجديده عليا. التخطيط الفتره اللي جايه فيه عامل ميني البوم، استاذ هاني محروس بيفكر في الاغاني ورتب الاغاني، وعاملين ميني البوم هننزل اول حاجه والله ما ينفع، وبعد كده في ترتيب اغاني تاني. كم اغنيه خلصنا؟ بعض يعني خلصت اربع اغاني منهم وفاضل اغنيتين. انا هقول لي مين؟ والله ما ينفع. يعني هقولها للناس كلها، والله ما ينفع لو ما حدش سمع الاغنيه. لو كان على الحلاوة غلبت البقلاوة، وإن كان على الشقاوة محدش بيك يتساوى.